بلكي كنت أنا السبب، بلكي طلع عم يدفع ثمن ذنوبي إلي. سلطانة، تخلصوا منا. سلطانة، كل الأحداث اللي صارت ما لها أي علاقة فيكي ولا بتخصك بنو، أصلاً مستحيل، لأنه أنتي مانك ظالمة، أنتي دائماً كنتي المظلومة. مولاي. خير يا رستم، اجيت لتطلع معنا على الصيد؟ في موضوع مهم لازم تعرفوه يا مولاي. سموه الأمير مصطفى وهو راجع بطريقه على أماسيا للأسف تعرض لهجوم. مصطفى مات؟ نشكر الله انه سمو الامير ما تأذى بنوب يا مولاي السلطان. قدرتوا تمسكوا اللي عمل هالعملة؟ كل يلي هجموا عليه ماتوا، بس مع الاسف فقدنا ناس عزيزين. مفضلة سمو الامير مصطفى مع الولد يلي ببطنه سلموا الامانة لربهم. مين اللي تجرأ وهجم على ابني الأمير يا رستم؟ جاوبني، احكي مين؟ لهلأ ما بنعرف يا مولاي، بس نحن عم ندور عليه وأكيد رح نلاقيه بأقرب وقت. بس ما بتلاقوه بسرعة رح أحاسب كل مين قصر بشغله من الشندي للوزير الأعظم، رح أذبحكم كلكم. اطلعوا لبرا واتركونا لحالنا. شبكي معصبة؟ مصطفى نفت من الموت بأعجوبة. معناته رستم خبرك؟ لا يا أمي، عرفت هالشي بوسائلي الخاصة. صايرة عم تشتغلي بالسر من وراي؟ أنت يلي حياتك أسرار، أنت وعدتيني واتفقنا ما حدا رح يأذي لأخي ولا بأي شكل. إيه، وأنا ضليت عند وعدي، بعدين شو السبب يلي رح يخليني أأذي؟ أصلاً أنا مستحيل أعمل هيك شيء. شو اللي صار؟ أنا مالي علاقة بالشي اللي صار له، الواضح إنه يلي صار فخ ناصبينه من شاني، وما عندي شك إنه رح يتهموني إلي. أنا مو صغيرة لتضحك علي. معناها حاج تتصرفي مثل الصغار. أنا شو قلت لك؟ قلت لك توثقي فيني أنا وبس، وأنا هلأ رح أقولها مرة تانية، أنا ما دخلني بالشي اللي صار بنوب، مع إنه من حقي أقتله. أخذوا ابني مني بس مو أنا يلي حاولت أقتله. يلا يا ابني استعجلوا لكم شوي. لا تقتلني، بترجاك ترحمني يا سمو الأمير، لا تقتلوني، ارحموني يا سمو الأمير. مين عطاك الأوامر؟ ما بعرف شو بنوب. مين عطاك الأوامر؟ لا تقتلني يا سمو الأمير، ارحمني. لا تقتلني، لا تقتلني، راح أحكي. عزيز أغا. مين هذا عزيز أغا؟ احكي. بالعاصمة، من رجال الباشا، من رجال رستم باشا. سمو الأمير، سليمان، ربنا تلطف بسمو الأمير. شلون بيسخوا بولد لسه ما شاف الدنيا؟ شو هالظلم هاد؟ قدرتوا تعرفوا الخاين؟ إن شاء الله تكونوا مسكتوا. لا لسه يا هيام، رح نمسكه، وإلا كتير ناس رح تتعذب من ورا هالشي. ايه طبعا، مين بيتجرأ وبيحاول يقتله لسمو الأمير؟ مولاي ما تتضايق، المهم إنه الأمير مصطفى ما صار له شي، ومنشان هيك المفروض تكون مبسوط. كان ممكن إنه يموت، لو مو فضلته وما هجمت ووقفت بوشه أكيد كان رح يموت. طيب شو رح يصير هلا؟ ليش جبتوا للزلمه لهون؟ ليش ما قتلتوه هنيك وخلصتونا منه؟ لاني بدي اياه يحكي كل شيء قدام مولانا السلطان. ليش هو شو قال؟ ارجعي على غرفتك سلطانه، وهي المواضيع يا ريت تبعدي عنها. مستحيل، هذا الموضوع كمان بخصني، لازم اعرف مين يلي حرمني حفيدي وحاول يقتل ابني. هيام ما هيك؟ هي ورا هالشيء. سلطانه لو سمحتي خلينا نطلع. انا حذرتك قبل يا مصطفى، هالحية ما رح تستسلم أبداً وما ممكن تتراجع، رح تعمل المستحيل بس مشان تأذيك. عاجلاً أم آجلاً أنا رح أقطع راس هي الحية، ورضيان ضل عم بتعذب لبين ما حقق هالشي. ليش لحتى ما اروح؟ أنا بدي أطمن على أخي. بالأول خلينا نشوف مين الفاعل، بعدين روح لوين ما بدك. مريم معها حق، أساساً السلطان ما رح يسمح لنا نروح هلا. أنا ما سألتك شو رأيك؟ مين له مصلحة بقتله؟ مين ما كان الفاعل أنا رح أذبحه بإيدي. أكيد هلا أخي عم يتعذب كتير، كان ناطر يجي ابنه ويفرحه. طول بالك جيهانجير، الأولاد كتير متضايقين على مصطفى، حابين يروحوا ويشوفوه بس ما في أمان لنبعتهم، لازم نستنى شوي. ادخل. مولاي السلطان، قول شو عندك؟ نحن قدرنا نعرف مين هو الخاين اللي حاول يقتل سمو الأمير. زلمة اسمه قاسم افندي بيشتغل تاجر يا مولاي. وهالملعون مين بيكون؟ واحد من نبلاء أماسيا، وهو تاجر بيشتغل بتجارة القمح يا مولاي، وصار في مسألة شخصية بينه وبين سمو الأمير قبل هلا. أكيد صاير شي كبير لحتى هالتاجر ساوى هيك. كل سكان أماسيا عم يشتكوا من هذا التاجر يا مولاي السلطان، عم يمارس كل أنواع الاحتيال والغش، وله علاقة كمان مع الكفار ومتعاون معهم بأعمال خارج قوانين دولتنا. ولما كثرت الشكاوى عليه دعا الأمير مصطفى على الديوان وحاكمه، والقضاء أصدر حكم بوضع اليد على كامل أملاكه وأمواله. معقول لأنه صادر له أمواله وحاول يقتله؟ شو هالحكي هاد؟ المعلومات يلي وصلتنا من سمو الأمير عم تقول هيك يا مولاي السلطان. بعض اللي ماتوا بالهجوم عم بيقولوا انهم من جنسيات اجنبيه. وقدروا يمسكوا لهذا الملعون؟ ما ضل كثير حتى يمسكوه. سمو الامير بذات نفسه عم يدور عليه. انا كمان اخذت التدابير اللازمه، امرت باغلاق كل الحدود وبالاخص الموانئ، واذا مو اليوم اكيد بكره بنمسكه. شو هالجرأة هي؟ الواضح انه مدعوم من الاجانب يا مولاي السلطان، لانه مستحيل يتجرأ على هيك عمله لحاله. اطلع لبرا. وانت كمان اتركيني لحالي. قلي شو الأوضاع؟ ما في معلومات أكيدة يا سلطانة، لسه ما وصلنا للتاجر. أنت شو عم بتقول يا باشا؟ هذا الزلمة هو فرمان موت بالنسبة إلنا، إذا مسكوا مصطفى شو بنعمل؟ افتح الباب. هذا مات مسموم. كيف وصلوا لهون وقتلوه؟ تعال هون يا رئيس الحرس. امرني يا بيك. يلي جهز الاكل ويلي جابه والحارس اللي كان واقف على الباب بتجيبه لهون فورا. تحت امرك. هدول الخونه قدروا يفوتوا بيناتنا تشالي جالي. سمو الامير، لازم نوصل خبر لمولانا بسرعه، لانه اذا ما قدرنا نثبت شيء مولانا ما راح يترك القصة تمرق على خير أبداً. أكيد حسبوا حساب كل خطوة محتملة لهي العملية وأخذوا كل احتياطاتهم، بس في شغلة ما حسبوا حسابها أبداً. أنا من هاللحظة رح أحكي معهم باللغة اللي بيفهموها. استنى لبكره، خليني اطلع مع سليم. ومين قال لك انه رح تروح بكره؟ انا صار لي زمان، برجع لعندك مره تانية. مو ظابطه هالمره، هي اوامر السلطان. جهانجير، بس تروحوا كلكم، انا شو بدي اعمل هون لحالي؟ على القليله ضلك كم يوم تانيات، بعدين السلطانه كمان بدها اياك تضل هون. مزبوط، لانه مثل ما بتعرف في مسائل بدها حل ولازم نحكي فيها، وهالمسائل بتتعلق بمخصصاتك. سلطانتي الغالية. يا حبيبي، معناتها اجى الوقت ولازم ودعك يا ابني. بشرفني استقبلك بإمارتي الجديدة يا أمي. أكيد بأقرب فرصة بدي أجي لعندك، مثل ما بتعرف قصر مانيسا كبير وضروري يكون هنيك مشان النظام. وبلكي مريم وجهانجير كمان بيرافقوني لما بجي لعندك. أكيد، لأني حابة أشوف أخي بإمارته الجديدة. سينيورا سيسيليا، الظاهر اجا وقت الوداع. صحيح، بعد شوي رح ياخذونا مع الامير. يا ترى كيف قصر مانيسا؟ بيقولوا احلى من هون بكتير. متاكده انه هيك؟ عن جد غريب، الي سنين وانا عم احلم اني اكون بمكانك، وهلا انت عم تحلمي انك تكوني بمكاني بهالرحله. بدي اصلك لسانك هاد اذا مره تانية بسمعك عم تقولي هيك. شو بكي سينيورا؟ احكي مع النجوم تبعاتك بلكي بيساعدوكي. اصحاك تنسى الكلام يلي قلت لك اياه يا اميري. انت هلا ولي عهد العرش والعيون كلها رح تكون عليك. واولن عيونك انت يا سلطانه. معلوم ما في شك. انا خسرت محمد بهداك القصر. الله يحمي لي اياك يا ابني. امين. امين. امي مولانا عم يستناني. الله ينور طريقك ويقوي عزيمتك يا حبيبي. امين. بيازيد، الله يكون بعونك يا اخي. الله يعينك على هالحمل لانه مهمتك صعبه. رح نضل واقفين عم نستنى هون؟ انت بتتذكر شو حكينا من كم يوم؟ ما في اسئله وما في حكي بنوب، ويا ريت تتقيد بالقواعد اللي حكينا فيها. بس نحن جايين على قصر مو على زنزانه. مين منكم تورول؟ يحيى بيك. امروني وصل هاي الرساله لسمو الامير مصطفى. ادخل. سمو الأمير، من شوي اجوا رسولين حاملين معهم هاي الرسالة. وينهم هلأ؟ يا أغوات، احترامي سمو الأمير. خضر خير الدين باشا كاتب برسالته أني فيني أعتمد عليكم بكل شيء. هذا لطف من جناب الباشا. أني أكون بخدمتكم هذا شرف كبير إلي يا سمو الأمير. أنا انبسطت كثير لأنه اختاروني من الجوار يلي رح يكون. أنا طالعة اللي سمعت اسمي أكيد رح ننبسط كثير. اسمي يا دوب نلحق. عن جد فرحتي مع بعض. يا بنات اسكتوا وصفوا على الدور يلا. أنت شو اسمك يا خانو؟ فاليريا. ماشي. هلا اللي بنادي على اسمها بتقرب لعندي. دستور سمو الأمير سليم. يلا يا بنات وقفوا صف واحد بسرعة. حطوا راسكم بالأرض وما ترفعوه أبداً. يا خانم شو بدك؟ بدي اشوف السلطانة. مستحيل ارجعي لمكانك. شو في يا خانم؟ شو بدك هلا كمان؟ حالة بيزيد وسليم ما عجبتني ابدا. صاير شي بيناتهم يعني؟ ما عندي اي معلومات، بس بتوقع تخانقوا يوم راحوا على الصيد. وقفي لوين رايحة؟ سلطانة ولك تعي يا بنت. سنبل سلطانة اسمعيني. ما عندي اصير هون. سلطانة بترجاكي اسمعيني. سنبل يلا معي يا خانم. يا خانم أنا شو قلت لك من قبل؟ ما قلت لك بأول مشكلة بتعمليها بدي أبعتك على سوق العبيد؟ أنا رضيانة يا سلطانة، أنا قبلانة بكل شيء بتحكمي فيه. ما لي حدا أحتمي فيه غيرك، أنا ما لي حدا هون. اليوم سمو الأمير رح يروح، بس ما اختاروني من الجواري، مع إنه هذا الشيء مقدر إلي، بس ما اختاروني. يا أما بتأمريهم بقتلي، يا أما اسمحي لي روح مع سمو الأمير. معقول لهالدرجة حابة تروحي مع الأمير؟ أكتر ما بتتصوري. مدام هيك موافقة، رح اسمح لك تروحي معه. فيك تروحي على قصر سمو الأمير. سلطانة طلع لبرا يا سنبل. عفيفة، مريم، وانتو كمان، وانتو يا بنات، اتركوني لحالي مع سيسيليا. في خلاف ما بيطمن بين أبو السعود أفندي وشيخ الإسلام يا مولاي. قالوا الخلاف بيناتهم هالمرة كتير كبير. أعمل زيارة لشيخ الإسلام الشيخ زاده أفندي وخلينا نسمع الموضوع من وجهة نظره كمان. أمركم مولاي. اجتكم أخبار جديدة عن ابني مصطفى؟ لا مولاي، بس الحمد لله أنه قبضوا على التاجر قاسم أفندي وأعدموه فوراً. ادخل. مولاي تعال يا سليم. مولاي صار الوقت لحتى امشي بطريقي، لا تحرموني من دعائكم ابدا. على طول عم بدعي لك يا سليم، الله يزرع محبتك بقلوب الناس يا ابني. امين. كل جارية بهالقصر بتحب تكون مفضلة سمو الأمير، بس أنتِ جاهزة تضحي بروحك إذا طلب الأمر ولا لا؟ مثل ما قلتي يا سلطانة، ما عندي حل غيره. هالشي خبرتني يا النجوم، يعني هذا هو قدري. أنا بحب البنات الأذكياء، بس بحبهم إذا ذكائهم كان بيخدمني. أنتِ حلوة، والواضح أنه في عندك حلم. حالتك اللي شايفتها بتذكرني بوحدة من زمان إجت لهون. وحدة إجت على هالقصر قبل سنين طويلة. رح تروحي على مانيسا، بس أنا رح أطلب منك شغلة وحدة، الإخلاص. روحي فداكي يا مولاتي السلطانة. روحك ما بتفيدني بشي. أنا هلأ رح أمنحك ثقتي، بس أصحك تخسريها أبداً، لأنك ما رح تكوني مفضلة ابني وبس، أنت رح تكوني عيوني، ورح نضل على تواصل دائماً، وما بدي تسألي عن شيء أبداً. أنا اخترت كون بطرفك يا سلطانة، وخدمتك شرف كبير بالنسبة إلي. منيح كتير. رح أعطيكي معلومات وافية وكاملة عن وظيفتك الجديدة اللي هنيك. إن شاء الله ما تخسري هاللمعة اللي شايفتها بعيونك يا سيسيليا. وأول هدية رح تكون لإلك. من اليوم ورايح اسمك ما رح يكون سيسيليا، نور بانو. نور بانو؟ إيه، بلغتنا هذا الاسم بيعني المرايا التي تلمع. اسم حلو كتير. السلطانة، بدي أطلب من حضرتك طلب تاني لو سمحتي. في بنت اختاروها لتروح على حرم سمو الأمير، اسمها فاليريا، المفروض أنها تضل هون على طول. يلا يا بنات يلا امشوا، لازم نمشي بسرعة هيك رح نتأخر، استعجلوا. سيسيليا انت ليش واقفة عندك؟ سيسيليا. نور بانو، اسمي صار نور بانو، يعني المرايا اللي عم تلمع. من اليوم ورايح الكل ينادوني بهالاسم. فتت لجوا. أنا هلأ صرت بقصر الأمير. حلو كتير، مثل ما أنك شايف أعداء الأمير طلعوا قوايا كتير، أنت رح تقدر تحميه؟ سمو الأمير قادر يحمي حاله من أعدائه، بس أنا هون مشان أحميه من أصدقائه. لازم نوصل للسلطانة ويا موريستون باشا إنه سمو الأمير مو لحاله. ما عاد في لزوم، لأنه سمو الأمير مصطفى بيعرف منيح شو عم يعمل. شو صاير؟ ليش فيقتوني من هلا؟ آسفين يا جناب الباشا، بس هذا الشيء وصل لجنابكم. يا ترى شو في جواته؟ ومين بعته لهون؟ ما عنا أي معلومات. الصبا كان كتاباً قرأناه وانتهى. لقد رحل الربيع منذ زمن، والآن قد حل الشتاء. أين هو محبوبك؟ ذلك الطير الفرح دائما، متى أتى إليك؟ وكيف رحل؟ قمت بيه؟ سلطانة، للبيع هالتفاحة؟ هي ضيافة يا خالو. ما بيصير هيك ببلاش. شو بدك بدالها؟ ما دام هيك ورجيني وشك وهالشي بكفيني. بس في بنات غيري بالعرباية ويمكن يكونوا مشتهيين التفاح. خدي قد ما بدك، كلهم إلك. بكفي. لا تطلعوا هيك، يلا خذوا نصيبكم. خير، شو في سلطانة؟ قربنا على القصر والمفروض نستغل كل لحظة حلوة عم نمرق فيها. مثل ما بتعرفوا في ألف عين وإذن علينا هونيك وعايشين كأنهم بقفص، يعني مو دائما رح ناكل التفاح اللي بنشتهيه. لو شو ما عملوا مستحيل يكون في حدا يقدر يوقف بوشك يا سلطانة. هالمرة في عنا شغلات كتير أهم من البسط يا ملك. امشي. مظبوط مثل ما عجوزنا قال، السلطانة مريضة كثير وما عم تقوم من فرشتها. الله يشفيها يا رب. الله يقوم بالسلامة. بس ما عرفتي شو مالك؟ خير إن شاء الله عفيفة خانم. مظبوط اللي سمعته؟ عن جد هي أم مرضاني؟ صبح ساءت حالتها فجأة. الحكيمة صار لها مدة عم تكشف عليها وما خلوني فوت لعندها. معناته وضعها ما بيطمن. الله يبعد الشر عنا. هلا شوي بتطلع الحكيمة وبنفهم منها كل شيء. الحمد لله على سلامتك سلطانة. ما بدي ذكرك يا خانم، اصحك تغلطي وتقولي شيء. ما بدنا حدا يعرف إنه السلطانة انقطعت عنا العادة، فهمتي؟ وطبعاً إذا سمعت إنه حدا عرف لسانك رح قصه. سلطانة، لو بتعرفي شو انشغل بالنا عليكي والله. نحنا شو فايدة هالحكي؟ أساساً صار لي فترة عم بستنى، وكل هديك الأدوية والأعشاب ما فادتني بأي شيء. سلطانة لا تضايقي حالك، أنت في عندك أمراء مثل السباع ما شاء الله عليهم، الله يحمي لك ياهن، وإن شاء الله بتشوفي انتصاراتهم أكيد. مو مصدقة كيف مرق هالعمر بهالسرعة. لسه مبارح جبتهم لأولادي. ابني محمد كان أول ولد جبته، وبعدين مريم، وسليم وبيازيد وجهانجير يا خانم احكي لي بسرعه شو بها السلطانه؟ ما في شيء خطير يا عفيفه خانم، بتوقع انها تسممت من شيء اكلته. كيف يعني ما في شيء؟ سنبل آغا مخلي القصر يستنفر كله. ايه طبعا لانه خايف عليها، بس نشكر الله وضعها كثير منيح ومستقر. اسمحوا لي هلا انا لازم اروح لحتى احضر الدواء. مستحيل ما يكون فيها شيء. ما شفتيها شلون متلبكه؟ ما بظن انه في شيء. بعدين شو راح يكون فيه؟ لا سمح الله لو كان في شيء مرض خطير، كيف وليش لحتى تخبي؟ عفيفة خانم، حارس الباب عم يقول إنه السلطانة فاطمة شرفت على القصر قبل شوي. كيف؟ أنت شو عم تقول يا آغا؟ شو اللي جابها بهالوقت؟ دخيلك يا ربي. روح امشي، روح بسرعة لعند الخدم وخليهم يجهزوا الغرفة. حاضر.